السلام عليكم، معكم عمر وكابتن مات. اليوم معكم في سلسلة شباب للحلقة السابعة. فهم اليوم يا جماعة عدنا مباريات قوية، عدنا مباراتنا ضد الجزيرة اللي هم المركز الرابع في الدوري، عدنا مباراة ضد الفجيرة بنلعبها، لأن كاختصار الفجيرة أقوى فريق في اللعب، يعني واحد من الفرق اللي خسرنا منهم. فبعدها بلعب ضد الشاجر المركز الثالث في الدوري، يعني فريق لا يستهان به. واخر مباراة في الحلقة بتكون نهائي كاس رئيس الدولة ضد الوحدة اللي هو المركز الثامن. خلينا اقول لكم معلومة عن نادي الوحدة. نحن في السلسلة ما فزنا على نادي الوحدة، لعبنا وياهم مباراتين وتعادلنا فيهم اثنينتهم 0-0. فهم هاي المباراة بتكون ممكن اخطر مباراة. ادري انكم تبغون نزيد اللي هو الصعوبة، بنزيدها بس في الموسم الجاي يعني. فيا حاليا صنقوري على عرض، بنرفض هذا العرض، ومحمد جابري على عرض، بنرفض هذا العرض ايضا. ويا فهم حاليا هذا اللي عندنا، وخلينا نشوف بلا بلا بلا. اوكي ويا خلينا نلعب هذه المباراة ضد الجزيرة. ادري اني مستعجل شوي بس يلا عادي. اوكي او ماي جاد جماعة، أنا توني أقول إن حسن حمزة ولا مباراة في الموسم لعبها، بس هذه المرة حسن حمزة بيلعب أول مباراة له في تاريخه. حسن حمزة حارسنا ضد الجزيرة يا جماعة، شوفوا ريتنج مبخوت 77 77 يا مبخوت، هدي شوي. كان دخل أحمد جميل لأن أبدا ما لعب. وين هذاك؟ وات؟ وليد حسين يلعب كظهير احسن من وسط؟ كمان مان، وات از ذس؟ دخل مايد، متى ديبا يدخل؟ امسك كابتن هو مرزوق. اوكي شباب الاهلي ضد الجزيره في استاد راشد. هذه المباراة هذا ابدا مو حسن حمزة بعد. وهذا ابدا مو مرزوق، شو السالفة يا بيس؟ يلا 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 يا احمد، يلا يا احمد، يلا يا احمد. احمد خليل تسديدة لكن صدى الحارس. اوكي نروح للضربة ركنية يلعبها السوبر ادواردو. خلينا نشوف كعرضية هي ما كانت موجودة. يبعدونها احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. احمد خليل والهدف الاول 1-0 1-0 من الجوت احمد خليل، يسجل الهدف الاول في هذه المباراة 1-0 من الجوت احمد خليل. اوكي 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 خلنا نشوف الكرة عادة البينية لوسون انتوني يلعبها، تسديدة من احمد خليل الهدف الاول. انتوني والهدف الثاني، انتوني والهدف الثاني، خليفة الحمادي يسجل في مرمى الهدف الثاني لشباب الاهلي. شوف الكرة راح انتوني راح شات، بس الكرة اصطدت في خليفة الحمادي ودخلت الى داخل الشباك. 2-0. هاي كورة راح مبخوت والهدف الأول. هدف أول لمصلحة الجزيرة يسجله علي مبخوت، يعني الصراحة هجمة مرتدة كانت سريعة، الدفاع ما كان مركز. توديبو وين أنت كنت رايح يا توديبو؟ تتخلص من عموري، الكورة عادت والكرة. يلا خلصها، يلا 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 يا لارسون، يلا يا لارسون. لا 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 انطلاقة جميلة بالكرة، لكن في نهاية تسديدة لم تكن. الكرة
انتوني 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 وهلاوسون الثالث. لاوسون يسجل الثالث، اول هدف له بالرقم 7، وهذا هدف ثالث يسجله شباب الاهلي. شوف الكره من احمد خليل، احمد خليل عبر الانتوني، انتوني لعب الباس ومن فوق الحارس حطها لاوسون. هجمة حلوة من الثلاثي، ثلاثي شباب الاهلي بين احمد خليل ولاسون وانتوني. الكرة لا تزال لمصلحة فريق الجزيرة، تسديدة من مبخوط صدها الوحش، وحش يا حسن حمزة، حسن حمزة يصد الكرة. وكهذا اول تسديدة مع شباب الاهلي هذا الموسم. يا خلنا نستمر، وهذه الكرة العرضية وام يمسكها حسن حمزة وام يلعبها وام تنتهي المباراة 3-1. فزنا، احمد خليل سجل، خليفة الحمادي سجل على نفسه، وام لارسون سجل، وام هدف الجزيرة سجله علي مبخوت. هذه المباراة الأولى في الحلقة فزنا فيها ولله الحمد. وام خلينا المباراة اللي بعدها فزنا. انا ما شفت نتيجة الفرق الثانية بس اتوقع ان النصر خسروا، صار الفرق بينه وبينهم 10 نقاط بيننا وبين اقرب منافسينا، فهذا الشيء جدا 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 ممتاز. فعندنا عرض من ادواردو، انا اقول لكم انا ادواردو افكر اني ابيع في الموسم الجاي. انا بشوف يعني لاعب كام عمره صغير في العمر، فنشوف الكام ونتري و... او نشوف الكام ونرجع الكام. اوكي، لقينا هذا اللاعب اللي اسمه ايزي، طاقته 80، عمره 22، شيء جميل، بنحطه في اضافة لقائمة اللاعبين المفضلين. انا ما ادري اذا ممكن نبيع ادواردو الموسم الجاي ولا لا، بس يعني خلونا نشوف الباقي. عندنا هذا اللاعب اللي اسمه ديلا كروز، سعره 15 مليون، طاقته 82، ايضا اضافة اللاعبين المفضلين. اوكي يا جماعة، نحن بما ان نحن لقينا لاعبين، اول شيء صنقو ما بيروح، و عبد العزيز هيكل ما بيروح، مايد حسن ما بيروح طبعا، و يا احمد عبد الله ما بيروح، و حارب عبد الله ما بيروح، وايد عروض لاعبين. نمانسيا بيشتري عادل الشاذلي، خلهم ياخذونه، و محمد جمعة ما بيروح، وسعيد احمد ايضا ما بيروح، و يا حالي بس عندنا. فخلونا اقول لكم ادواردو مصير في ايديكم، اذا انتم تبون نبيع ادواردو اكتبوا في الكومنتات، لان اذا نحن بعنا ادواردو بني بكام افضل، بني بكام افضل. انا واثق انه ممكن نجيب اللاعب اللي هو ايزي و او كروز او ديلا كروز. اول شيء بنمسح باكيته حطيته بالغلط. بنشتري واحد من هذين اللاعبين، او ان نشتري ليما وعموري. اكتبوا في الكومنتات منو نشتري من بين هذيلة. هل نشتري اللي هو اصغر في العمر بس طاقته 80، ولا نشتري اللي ريتنج ماله اكثر بس هو اكبر في العمر؟ اكتبوا في الكومنتات وانا بشوف ان شاء الله. ويا حاليا خلينا نلعب المباراة ضد الفجيرة، مباراتنا الثانية في الحلقة، وخلينا نريح بعض اللعيبة لان بعدها عندنا مباراة الشارجة. ندخل إيغور جيسوس، يحيى غساني، حارب، وعبد الله النقبي.
فاهم يا اخي، نلعب بالتشكيلة عشان نلبس التيشيرت الاخضر، او مو بهذا ابدا، هذا هو التيشيرت الاخضر. هذه المواجهة التي نترقبها اكو وهي اكو، يلا شوت يا حارب، لكن تخلصت. الآن إمكانية اكو الإرهاب اكو، تمتد. لا يحيى الغساني حرام عليك، او هذا حارب، هذا كان حارب. تمريرة قوية أكثر من اللازم. يلا يا الله، الغساني، هنا يلا فرصة يا الغساني، للإرهاب. يلا يا الغساني، الغساني حرام عليك. يحاول فك شفرة لا دفاع لا الفريق لا، السريع. الهدف الأول، الهدف الأول للفجيرة. معه الكرة ولديه مساحة لشكل خطورة. يلا اللاعب يلا يتحرك. شوت. أبو عارف شو سالفة الاستلامات هني؟ يعني نفس العادة. يا الله على الباص، يا الله على الباص، حتى باص تحت المطر ما تعرفون تلعبون. وهذا كيف مو متسلل، كيف مو متسلل، يا الله. المهم اول ما يلعبون كورة. يلا يحيى، تمريرة جميلة عرضية. يحيى انت كأنك تلعب، كأنك اول مرة في حياتك تلعب كورة. من سيستلم هذه التمريرة؟ حصلوا فرصهم، ما كانوا يستلمون عدل. ها انا الحين من العصبية والله العظيم، يعني انا ما ادري شو اقول. اللاعبين الدفاع زائد الاجنحة ما يعرفون يلعبون، لان الاجنحة والمدافعين ما يعرفون يلعبون، كأنهم يلعبون اول مرة في حياتهم يلعبون كرة قدم، أول مرة في حياتهم يلعبون كرة قدم. استغفر الله العظيم. أوكي، بنلعب ضد شادو. الجناح هذيل اللي يحيى الغساني، اللي هم يحيى الغساني و حارب عبد الله. أنتوا أبدا ما بتلعبون في شباب لهيبة بعد هذا، أبدا. شنو هذا المستوى التعبان؟ يا خلينا نشوف من احمد خليل و... لا سو مو بجاهزين، احمد خليل ولا سو مو بجاهزين. يا الله انا ريحتك، ريحتكم عشان ما عشان توني انا مباراه تقولين مو بجاهزين. بندخل بيلي بدل اللي جود جيسوس، لان نلعب مباراه سيئه. اما انتو يحيى وحارب ما بدخل ولا واحد منكم، ولا واحد منكم. وين اعطوا اي حد، اي حد. تشوفون هذا عادل الشاذلي اللي ولا مباراة لعب في الموسم، بندخل بداركم. ها انا بندخل يقول جيسوس. ها دخل يقول جيسوس، قابل هذا اثنين، يحيى غساني وحارب عبد الله. اسوأ مباراة شفتها في حياتي. يلا ليتس جو ليتس جو. يلا انتوني، انتوني، يلا يا انتوني، الهدف الاول. الله عليك يا انتوني، علم يحيى الغساني حارب كيف يخلصون، علمهم. الله عليك يا انتوني، علمهم من دكة البدلاء كيف يخلصون الكورة. هدف اول، 1-0. يلا يا انتوني، 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 الله. الهدف الثاني، الهدف الثاني، 2-0. يسجل انتوني هدفين، هدفين من انتوني، سجل الهدف الثاني. شوف كيف خلصها من المدافع ورفعها لوب فوق الحارس. هدف ثاني، 2-0. كمالي، وهذه كرة إيجور، 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 والهدف الثالث، الهدف الثالث في 18 دقيقة يسجلون الهدف الثالث. لو دخلت لو كنت مدخل حارب والغساني ما كانوا سجلوا ولا هدف. شوف الاسيست من بيلي والشوت من إيجور وفي الشباك. يلا يلا يا بيلي، بيلي، والهدف الرابع. قفلنا على المباراة، 4-0.
وين دفاع الشاد جهني؟ يعني what is this يا صاحة؟ شو الأداء من الشاد؟ شنو هذا الأداء من الشاد؟ والله إني ما غيرت صعوبة يا جماعة. أنا توني خسرت من الفجيرة و... وهني في الشوط الأول 4-0 4-0 يعني والله ما غيرت صعوبة، والله ما غيرت صعوبة. هي صعوبة عادي و 6 دقائق ألعب وخسرت من الفجيرة، بس أنا فايز 4-0 على الشاجة. وتنتهي المباراة 4-0 وكذي حسمنا الفوز بالدوري. يس 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 حسمنا الدوري يا جماعة، نحسم الدوري، الدوري لشباب الأهلي في ديرة، فنفوز بهذه البطولة بعد ما فزنا 4-0 ويا حسمنا الدوري، الدوري رسميا شباب الأهلي. فهني اللاعبين يحتفلون بهذه البطولة، البطولة الثانية لي كمدرب في شباب الأهلي. فيا هني توديبو ياخذ سيلفي مع اتوقع هذا يقول مع جنيف، ويا هذا هني يحتفلون بهذا السيلفي، وهني ياخذون صورة جماعية للأبطال. فيا هني انتهي دوري بفوزنا على الشاجة 4-0 ونتوج رسميا أبطال الدوري الخليج العربي. النصر خسروا والجزيرة فازوا، ف يا والشاجة كان واحد من منافسينا، رسميا خلاص احنا بطل الدوري. يا لقد فزت باللقب بعد الثلاث من المباريات المتبقية، ما هو السبب الرئيسي في تحقيق ذلك؟ أذكر أداء أحمد خليل يمكن إشارة لشيء واحد، لا أرغب في ذكر أداء أحمد خليل في هذا العام، لأن قدرته على إلقاء الكرة بعيدا وأداء ممتاز أمام المرمى حدث فرقا كبيرا في هذا وفرقا بين ومارغريت شول باردي، بس أنا مدحت أحمد خليل، أحمد خليل يستاهل الجوت. أسير شوي وأرجعكم. أوكي يا جماعة رجعنا. لا أصلا هي العرض. واو مصاب أنا رفضه كمالي عرض رفض على طول. وليد عباس يا العرض رفض على طول. محارب عبد الله، احمد عبد الله حارب ما بنبيعه. فهم يا اوكي النهائي، it's time for the final جماعة. احمد خليل يا العرض من الفجيرة هاي. اوكي وقت النهائي، النهائي نهائي كاس رئيس الدولة، ملعب هذا النهائي في الطقم الاخضر. هذه واحدة يلعبون الطقم الأبيض أو طقمهم الرئيسي. هم كلهم جاهز، بس خلينا نحط منو يلعب هني. ما يتحسن، بس ما يتحسن مو بجاهز. نبتدي بهني. يا بدلا حارب بندخل حارب خاص. Let's go. مثالي أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم.
ويكون يلا وحيد وادو، يلا وحيد وادو، الهدف الاول، الهدف الاول 1-0 في النهائي الكبير. ادوادو يسجل الهدف الاول، الله على الباس من احمد خليل، تسديده في الشباك، الهدف الاول 1-0. السوبر ادوادو لعبه المباريات الكبيره، الله عليك يا السوبر، الله عليك. اوكي خلصنا، لعبنا مزو والكره لاسون 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 عرضية ولاسون رأسية ومرة ثانية ولاسون الهدف الثاني، لارسون يسجل الهدف الثاني 2-0. الله عليك يا لارسون، الله عليك، الله عليك يا الأشقر. شوف العرضية رأسية من أنتوني، تسديدة مرة من أنتوني في العرض، ومرة ثالثة في الشباك، الله عليك يا لارسون، الله عليك يا الدنماركي أو السويدي أو أي حد فهم، يلا الله عليك يا لارسون، الله عليك يا اللاعب المجاني اللي خذيناك بداية الموسم. وكو يلا يا انتوني، انتوني هذا هدف، انتوني هذا هدف، انتوني هذا هدف، انتوني الثالث الثالث الثالث. شباب الاهلي، شباب الاهلي يسجل الثالث في النهائي الكبير. شوف الكرة، انتوني راح، انتوني تسديده في الشباك، انتوني الثالث، انتوني سجل الهدف الثالث في النهائي. هذه الكورة ادوادو، ادوادو، يا الله يا الله عليك يا سوبر، جننتني يا سوبر، جننتني يا سوبر بالهدف الرابع من خارج منطقة الجزاء. الله عليك يا ادوادو، الله عليك يا ادوادو. شوف التسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشباك، في الشباك، هدف الموسم، هدف الموسم. خلنا نشوف الكرة، عادت وتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشباك، ويكون عظيم الهدف الأول للوحدة. عادي عادي، هدف شرفي تقريبا. لاسون يلعبها لأحمد خليل، أحمد خليل، أحمد خليل، أحمد خليل سدد، أحمد خليل مرة ثانية، وانتهت المباراة تقريبا، انتهت انتهت، تنتهي المباراة 4-1 فزنا، وينتهي موسمنا، وينتهي موسمنا بعد الصراخ وبعد التعب وبعد الجهد اللي أنا قدمته هذا الموسم، بعد الجهد اللي قدمه فريقنا هذا الموسم. بطولتين يبنى ثلاثية، عجبنا بطولتين، بطولتين، يلا بطولتين اللي نحلكنا فيهم، السوبر والدوري، او مو بسوبر، كاس رئيس الدولة والدوري، هذه البطولتين فزنا فيهم. طبعا هذا اللاعبين يحتفلون معاي بهذا اللقب، وفزنا بالبطولة باللون الاخضر. اوكي، فزنا بالبطولة 4-1، واللي يقول ارفع الصعوبة بعطيه كف، لان تونا خسرنا من الفجيرة 2-0. فزنا 4-1، ادواده اللي كان رجع مباراة ومستحقة، ادواده سجل هدف عالمي اليوم، وهذه مسيرتنا. فزنا 4-2 على خورفكان بعد ما رحلة الشوط الاضافية، بعدين فزنا 4-1 على حتى، بعدين فزنا 3-1 على العين، وبعدين فزنا 4-1 على الوحدة. هذا يعني خلوني أقول لكم شيء، إن نحن ما يبنى كلين شيت في هذه البطولة. صح الحقيقة مرة، بس هذا شيء حقيقي. فيا خلنا حاليا نروح ويودونا على أي مباراة. فيا خلنا سيتخطي المباراة الأولى ضد حتى، وخسرنا 4-1 عادي جدا. مباراتنا ضد تشلبة اللي بنسوي لها سكيب أيضا، وانتو تعرفون يعني بنخسر هذه المباراة اكيد، لان
فريقنا مو ممتاز جدا. اخر جولة مسألة سكيب وان شاء الله نفوز فيها، يعني تعادلنا 1-1 شيء جميل. انهينا الموسم ب50 نقطة، 15 فوز 5 تعادلات و6 خسايا، والخسايا اغلبهم كانت سكيبات. اتوقع اني انا بنفسي خسرت مباريتين. فخلينا نشوف افضل 11 لاعب، فيهم 3 من فريقنا وتلبا عندهم 3 ايضا من فريقهم. انا ما ادري تلبا كانوا اي مركز، بس ادوادو لارسون واحمد خليل كانوا في تشكيلة الموسم. فاعلان جائزة افضل لاعب في اسيا، ما ادري منو بيحددونه، منو بيكون بالضبط. احمد خليل هو افضل لاعب في اسيا ثاني مرة، احمد خليل يكون هو ثاني مرة يكون احمد خليل افضل لاعب في اسيا. احمد خليل لاعبنا هو افضل لاعب في اسيا رسميا، الجوت طبعا، الجوت يعني انا اللي طورت منه، فهم انا اللي فرحان بهذا الشيء. اهداف الموسم، عرض نهاية الموسم، يعني شو يقولون، كان من رائع مشاهدة الرجال يلعبون هذا الموسم، لقد حققنا هدفنا بشكل رائع، انا متفائل بالفعل موسمنا القادم. بالطبع مع نادي نظام فريقنا ومدربين ممتازين ولا حدود وما ادري شو بعدها. حاليا بندر يعتزل و جدد ترتيبنا، وصار احمد خليل هو افضل لاعب في اسيا حاليا. سينتقل للموسم الجاي، بتم مدرب لشباب الاهلي في موسمنا الجاي، ممكن يكون اخر موسم ممكن يكون لا. انا اقول لكم ان نحن في هذا الموسم ان شاء الله بنفوز بدوري ابطال اسيا. تحديد الاهداف لهذا الموسم، موسم الثاني مع شباب الاهلي، سكيب ويقولون ان نبغى نفوز بالدوري. اتفق، يعني ما بحط قوطات علي اني انا لازم اجيب شو اسمه. حاليا نبدا الموسم الجديد، 26 مليون حاليا in the bank. in the bank كلمة جديدة عندي. في لاعبين ممكن يطلعون من الأكاديمية، تقال كان عندنا لاعب تقدر 70 الحين طلع. أنا صايت الفيديو، أتمنى أنك استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معاكم عمر، مع السلامة.